بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري. هذه المرة الكرامة من بغداد من فتاة تعلق قلبها بأهل البيت عليهم السلام، ولكنها ذاقت تعب الدنيا بأكملها، ولكن صاحب الزمان سلام الله عليه غير أيامها المرة إلى حلوة. تقول: وأنا في سن العاشرة وأسمع الشجار في غرفة أبي وأمي بينهما، وأبي يكون صوته عال جدا، ويصل الأمر بأن أستمع كيف أن أبي يضرب أمي، ولكن لا نستطيع أن نتدخل لأن أبي عادة يناديها ويغلق باب الغرفة. وبعد دقائق تخرج أمي وهي مطأطئة الرأس أو تخفي وجهها بيدها كي لا نرى وجهها كيف مثخن ببعض الجراحات، وكيف أن وجهها متورم من الضرب، وكيف أن عينيها مزرقتان من الضرب. أمي عاشت بهم وغم عجيب، ولكن كانت أمامنا رحمة الله عليها كثيرة الابتسامة، كثيرة ما تراعينا في كل شيء، تسهر على مرضنا وتجلس في الصباح قبلنا وتعد لنا ما نشتهي من الطعام. أبي لا يهتم بأي شيء، مجرد يدخل إلى البيت يذهب إلى غرفته يجلس وينظر إلى التلفاز، وتبدأ أوامره العسكرية علينا جميعا. وعلى كل حال كانت أمي صبورة لأجلنا نحن جميعا. رغم هذا كله كانت تصبر وتصبر وتصبر، ولكن هذا الصبر له وقت وينفذ. بدأت الأمراض والعلل تهجم عليها من كل صوب ومن كل حدب. وأول الأمراض كان هناك خفقان شديد في قلبها، ثم تحول إلى جلطة في القلب، ثم تحولت هناك جلطة في الدماغ، ثم ارتفاع في السكر، ثم بعد ذلك اجتمع عليها الضغط إلى غير ذلك، حتى توفيت رحمة الله عليها. وأنا كنت أنظر إلى أبي في أيام وفاتها، في أيام مجلسها وعزائها، لم يكن متأثرا جدا أبدا، بل إن الأمر كأنه أمر طبيعي. وبعد ذلك بما أنني أنا البنت الكبرى، سبحان الله، عرفت أن أمي كم كانت تحمل تعبا وتحمل آلاما وأحزانا تدفعها عنا. كاد أبي أن يوصلنا إلى الموت والانتحار والكآبة والأمراض النفسية، ولكن كانت أمي كالحصن الحصين، كالسور المتين. كانت أمي حاجزا منيعا أمام أبي كي لا يصل هذا كله إلينا. ولكن عندما توفيت بدأ أبي بأوامره العسكرية علي، وإذا ما تأخرت بشيء، سواء في الطعام، سواء في التنظيف، سواء في أي شيء، يمسك بأذني ويلويها بقوة، ثم بعد ذلك يصفعني صفعة يسقطني أرضا. وكنت في بعض الأحيان أبقى على الأرض لا أقوم كي يتركني ولا يستمر بضربي، وأي شخص يعترض يضرب أيضا. لا أعرف، لم تحدثني أمي وهو لا يتحدث معنا كي أعرف لماذا هو يفعل هذا معنا، لا أعرف أبدا. ولكن اكتشفت عن طريق بعض عماتي لماذا هو بهذه الصورة. على كل حال كبرنا في السن، وتزوج منا من تزوج،
وكان لدي فقط أخوين تزوجوا وبقيت أنا، ولكن أبي جعل أيامي كلها مرة، وذقت تعب الدنيا بأكملها. كان كل شيء على رأسي، وكان إذا ما يعني تأخرت بشيء يضربني إما بنعله بشدة أو بعصا الممسحة حتى يكسرها على ظهري، ولا يسكت عني حتى يخرج دما، ولا يأبه بذلك أبدا، وإما أن يضربني بحزام بنطلونه بشدة وبقوة، وأنا وهو نعيش في نفس البيت، ماذا أفعل بهذه الصورة؟ عندما كنا تأتي بعض عماتي إلى بيتنا يقومن بمواساتي كثيرا، وأخبرتها ذات مرة إحدى العمات لماذا أبي يتعامل بهذه الصورة، لماذا أبي كان يضرب أمي بهذه الصورة، لماذا لم يتأثر بوفاتها أبدا، قالت بنص العبارة: إن أباك كان لا يحب أمك أبدا، ولكن جدك هو من أجبره عليها. وهذا هو الزواج، إذا كان ليس هناك حب وليس هناك احترام بين الطرفين، إذا لم يكن محبا لها على الأقل يحترمها. هذا الشخص إذا لم يكن محبا على الأقل هو محترم، فوالدك لا يحبها وهو لا يتحلى بالاحترام. وكذلك عندما كره أمك إنما كره قام بكرهكم جميعا بهذه الصورة، أمضى حياته. على كل حال، ماذا أفعل؟ والمشكلة عندما كبرت كذلك ومرت السنوات، أجد أن أبي يرفض رفضا قاطعا أي شخص يأتي إلى بيتنا للزواج مني. الأمر منتهي تماما كما تقول الأخت، منتهي تماما. لماذا؟ لأني يعتبرني ليست بابنته، بل أنا خادمة عنده. لم يشعرني يوم من الأيام بأني ابنته أبدا، لم يقبلني يوما، لم يحضني يوما عندما كنت طفلة، لم يشتري لي شيئا إلا الطعام الذي لا بد منه لكي أعيش، لم يفرحني بشيء بفستان بقلادة بسوار أبدا، وإنما عماتي وخالاتي جزاهم الله خير جزاء عندما يأتون إلى البيت هن يقومن بشراء هذا كله. حتى إن أمي قبل وفاتها أوصت عماتي وأخواتي بي وبأخوي خيرا. أما أخواي فعندما يأتون إلى البيت فلا يستطيعون أن يحركوا ساكنا، وأبي يجعلهم يشعرون بأنه لا يريدهم في البيت وبأن اللقاء كفى، لا يجعلهم يبقون إلى الغداء أو يبقون إلى العشاء ساعة واحدة ويشعرهم بأنهم اذهبوا إلى بيوتكم، كفى لا أريد أن أراكم بهذه الصورة. صراحة كان أبي مريضا نفسيا بمعنى الكلمة، وكانت هذا الزواج الذي يجبر فيه الرجل على امرأة أو امرأة على رجل، في العام الأغلب تكون هذه نتائجه: كره وحقد وكآبة وضغينة في القلب وهموم وأحزان، فيتحول الرجل أو المرأة إلى وحش كاسر غير الذي كان عليه. فكنت أعذره في بعض الأحيان وكنت لا أسامحه في بعض الأحيان. فعندما وصل الأمر إلى الزواج وأبي لا يقبل أبدا أن أتزوج، ماذا أفعل؟ جاءت عماتي شفعنا لي عنده، لم يقبل. جاءت خالاتي شفعنا عنده، لا يقبل. جاء بعض الأهل والأقارب، لا يقبل. إحدى خالاتي جلست معي وقالت لي بنص العبارة: ليس لك إلا أهل البيت عليهم السلام، هم الذين يستطيعون أن يقنعوه، نحن لا نستطيع أن نفعل له شيئا، ولكن بقي الأمر إن الله سبحانه وتعالى قادر، وصاحب الزمان سلام الله عليه قادر أن يبدل رأيه. فقلت لها: وماذا أفعل؟ فقالت لي: ما عليك إلا أن تقرأي دعاء الفرج، الإمام المهدي عليه السلام أوصانا جميعا بذلك، أكثر من دعاء الفرج، النتيجة ما هي؟ فإن فيه فرجكم. الإمام كان واضحا جدا، فقط اقرأوا دعاء الفرج، اذكروني بكثرة، أكثروا اذكروني بكثرة وأنا أفرج عنكم.
شعرت بأن هذا هو الحبل الذي علي أن أتمسك به قبل أن أغرق في حياتي أبي الدامية، وأنا يعني وأصبح جسدي لا يحتمل الضرب وقلبي لا يستطيع أن ينبض بكل هذا الهم والغم الذي أنا أعيشه. فتمسكت بهذا الحبل وتمنيت بأن صاحب الزمان يخرجني قبل أن أغرق في هذا البئر العميق. فبدأت أقول: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن إلى آخر الدعاء، وأردد هذا الدعاء لصاحب الزمان عليه السلام بلا عدد بلا عدد، ربما وصلت في بعض الأيام إلى 10,000 مرة وأنا أبكي 10,000 مرة. ماذا أفعل؟ وإذا بليلة من الليالي بعد مروري 3 أو 4 أيام وأنا بهذه الصورة، فقط أردد حتى أصابني الأرق من شدة ما أريد أن أجد حلا، ولعل صاحب الزمان يأتي ويجد لي حلا. وإذا بي في عالم الرؤية وأنا جالسة في بيتنا هذا، وأبي أراد أن يضربني بعصا ممسحة، وإذا بشاب نوراني ظهر فجأة من حيث لا نشعر كيف دخل إلى البيت، وقال له فورا وبغضب، قال له: قف. فشلت يد أبي تماما، لم يستطع بعد ذلك أن يحرك يده أو أن يحرك جسده أبدا، لم يستطع. وإذا بصاحب الزمان سلام الله عليه فتح لي الباب، وكانت حديقة المنزل عندنا ليس فيها زرع، إنما فقط هي تراب لا أكثر ولا أقل. عندما فتح الباب وجدت بأن الحديقة وكأنها جنة، يعني جنة خضراء، وكأنها جنة خضراء، وهناك شاب جالس على كرسي له مهابة، وكذلك كان شابا وسيما ويبدو عليه الفلاح والصلاح إلى غير ذلك. خرجت أنا من البيت وإذا بكرسي فورا يكون بجنبه، أنا يعني ذهبت وجلست بجنبه، وكنت أشعر بأني زوجته، بأن هذا الشاب هو زوجي وأنا زوجته. انتهت الرؤية بهذه الصورة، انتهت. جلست عند الصباح وأنا بين خائفة على أبي أن يحدث له شيء، وبين أنا فرحة بأن الله سبحانه وتعالى سيفرج عني، وصاحب الزمان سلام الله عليه قد أغاثني وساعدني وأعانني. في ظهيرة ذلك اليوم، في نفس اليوم، وإذا سبحان الله بأعمامي بأخوالي بخالاتي بعماتي يهجمون على بيتنا هجمة رجل واحد، ودخلوا وكذلك رأوا كثرة الكدمات التي بوجهي وعلى يدي وبرجلي، وكنت أنا حتى في الصيف أرتدي ملابس طويلة كي لا يرى أحد الكدمات التي بقدمي أو على يدي. فعندما دخلوا على أبي هذه المرة، أحدهم من أعمامي قام بتهديده مباشرة، قال: إذا رأيتك بعد اليوم تمد يدك على ابنتك أنا شخصيا سأكسرها لك، ويكفي ما فعلت، كنا نحترمك ونقدرك ونقول أنت أبوها وتعرف مصلحتها، والظاهر بأنك لا تعرف مصلحتها وستميتها ضربا، وكنا ساكتين ونقول هي ابنته. ولكن هذه المرة بعد أن تحدثت زوجاتنا عن الضرب الذي كنا نراه، بعد ذلك لا نسكت. فصراحة ربما هي كما تقول، ربما ستسألون كيف كان أعمامي أو أخوالي لا يعرفون، لأني كنت أستحلف عماتي وخالاتي أن لا يخبرنهم، لأنه أخشى بأن يقتلني تماما، ربما يقتلني، يجن جنونه أبي في ليلة من الليالي ويقوم بقتلي. ولكن هن لأنهن يستطعن أن يريني بهذه الصورة، يعني أقدامي ويرين يدي، فعرفنا ما عرفنا، وكنت لا أخرج لأعمامي أبدا إلا وأنا يعني بعيدة، وأسلم من بعيد وأجلس من بعيد وأطأطأ برأسي كي لا يرون الضربات والكدمات. هم يعرفون بأنه كان يضرب أمي، ولكن لا يعرفون إلى هذه الدرجة كان يفعل معي بهذه الصورة. ولكن وصل الأمر بأن إحدى عماتي تكلمت، لم تتحمل، وبعد ذلك شاع الخبر، وإذا بأبي أراد أن يتكلم، فإذا بأعمامي جميعا وأخوالي قالوا: أنت لست بأباها أو لست بأبيها بعد اليوم.
قاموا بأخذي جبرا عليه وقالوا سوف نشتكيك إلى الشرطة إذا فعلت أي شيء، ولدينا إثباتات على ذلك كثيرة. سكت أبي وكأنه مشلول، وقال أحد أخوالي ائتي بملابسك الآن وسوف نأخذك الآن. وأخذوني إلى بيتهم، إلى بيت أحد أخوالي، وجلست عندهم. وهنا سبحان الله حدث بأنه ماذا؟ حدث بأنه أحد أولاد خالاتي فورا، ما هي إلا أيام، وقال لي خالي وأنا أرغب في الزواج منها، هي ابنة خالي وأنا أولى بها. ليس كان هناك لأعمامي أولاد، وهذه تعرفونها يعني أعراف اجتماعية وغير ذلك، فقال أنا أولى بها وأنا معجب بها وأسمع عنها وأريد أن أتزوج منها. وكان صراحة ابن خالي من الشباب الجيدين والملتزمين ومن المحبين لصاحب الزمان سلام الله عليه. فتزوجنا بحمد الله، وجاء أبي كرها، أجبروه أن يأتي، أجبروه أن يأتي إلى الزواج، عفوا إلى العقد. وبعد ذلك تم الزواج، وسبحان الله أبي بعد ذلك تزوج من فتاة يعني تصغره بكثير. والنتيجة كما سمعت، لأن أبي اتصل بي بعد العقد قال لا أريد أن أراك أبدا، وكما سمعت من الأهل يعني من الأخوال والأعمام بأنها قد شلته تماما وأصبح لها عبدا مطيعا، بل إنها تتجاوز عليه بالكلمات النابية، ويصل الأمر في بعض الأحيان إذا ما مد يده عليها هي تمد يدها عليه وتقوم بضربه أيضا. وعاش أبي بهذه الصورة، ولا أعرف كيف رضي بذلك. على كل حال لا أعلم هل أفرح أم أن أبقى حزينة على حياة أبي التي كانت بهذه الصورة وإلى الآن. ولذلك أنا أسأل الله له الهداية دائما وأبدا. كان فرجي على يدي صاحب الزمان سلام الله عليه، وعلى دعاء الفرج برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.